الله يومكم الحلوة. طبعا سؤال انا راح اسال عليه يضوب عليه في نفس الوقت، هل المسجد جنب البحر او المسجد جنب البحر مهم لتحلق النفسية، مهم لتغيير مزاج؟ طبعا الإجابة نعم. ليه؟ المسجد رياضة جنب البحر مهمة، والحلاوة هنا فين؟ انك انت لما تمشي في الممشى جنب البحر هتحس براحة نفسية، هتحس انك انت كأنك عايش في جو اوروبا. فالمشي مهم مع البحر لصحتك النفسية والمزاج ولكل حاجة حلوة. وراح تساعدوني كما ساعدتكم في من شوية، وراح أصور لكم عملي من المشي حلو مع البحر. هنا 10 حملي المشي هنا مع بحر، يعني البحر هنا وجنبها الممتع، يعني رصيف وتمشي، يعني المشي جنب البحر مهم لصحتك النفسية، مهم للمزاج وتغيير المزاج، ومهم عشان لكي تنسى الهموم والأحزان والأرق وعيش حياتك.